نحن مجموعة نساء نشتغل بالناحة لنا زمان، وسمعنا من الوزارة إنه من رائدات الريف إنه في ممكن نطور حالنا فيها، فدخلنا فيها لحتى نطور حالنا وممكن نعمل تعاونية بعدين. تعلمنا المشاركة وتعلمنا كل إنسان بيبرع بشيء، يعني حدا بيبرع بالمحاسبة، حدا بيبرع بالتسويق، حدا بيبرع بالمونة، مش كل النسوان إنه هي ذاتها رح تكون، كل وحدة قسمنا شغلنا، صرنا قبل كانت كل ست تشتغل كل شيء، هلأ لا قسمنا شغلنا كل ست بتشتغل شغلة وحدة تتكون مجموعة متكاملة وننجح بعملنا. لا يجوز توزيع الأرباح مباشرة أجهد، الربح هو الفائض. التدريب اللي نحن أخذناه وبالبيلدينج كاباسيتي اللي صار نقدر هذا المشروع الصغير اللي بلشنا فيه سوا مع مشروع الفاو الممول من الحكومة الكندية إنه نقدر نطوره ونطلع فيه أكتر وأكتر بالشغلات اللي هني دربونا عليها، مثل البزنس بلان اللي نعمل، مثل الفيزابيليتي ستادي. ولقينا انه هني عندهم هالاستعداد الكبير لاحتضان النساء ومشاريع النساء وتشجيعهم والفعل هيدا اللي لمسناه من خلال العمل معهم. بجلسة اليوم رح يطلعوا السيدات كيف بيعملوا نظام إنتاج، كيف بيوثقوا هيدا الشيء وكل العمليات يلي بتضم هيدا النظام من مرحلة تأمين المواد الأولية لحين نقل المنتج النهائي وصوله للمستهلك. وعلى كل هالمرحلة الإنتاج بدون يعرفوا كيف يدرسوا ويحطوا خطة للموارد اللي بين إيديهم، كل الموارد المادية والبشرية وغيرها، وأهم من هيك كمان كيف يحطوا جدول زمني لكل العمليات على نظام الإنتاج تبعهم. هلق اللي أنا استفدت منه بحيك أنا كتجربة شخصية، ما بعرف غيري، كل واحد له وجهة نظر، إنه نحن نكون يعني نحن زي ما إحنا بنشتغل بس مش بالطريقة اللي هاي الأهلية والهيك، إنه كل شيء نوثقه أكثر ما نحن بنوثقه، كل شيء زي ما حكيت على الكمبيوتر. نشكر إدارة المشروع اللي عملت هالمجهود وحولت قطاع يعني مدارس إدارة الأعمال التعاونية منه مجموعة مثلا محددة صغيرة هيك، لا عم ننقل بقطاع كتير كبير ل تحديث استعمال وسائل التواصل ولبرنامج الميتينج أونلاين. كان عندنا تحدي هل منكمل أو ما منكمل، الصراحة نجحنا بالرهان وبالتحدي لأن كان عندهم إرادة صلب السيدات، إدارة الفاو كانت مصرة أنه نكمل بكل الظروف. نحن تعلمنا كتير اشياء، بس الشيء اللي اثر فيه من خلال هلا الدورات اللي عم ندربها نحن مع رائدات الريف هو كيف نحن مندير مشروع، كيف منقدم نحن مشروع لحتى نقدر نربح ولا. وبالاضافه لهالشيء هيدا نحن تعلمنا انه مثلا فيني انا اسوق بضاعتي بوسائل التواصل الفيسبوك، عملنا صفحه نحن، هيدي كثير خدمتنا، فتحت لنا ابواب ثانيه، لانه بتعرف ابواب كثير تسكرت هلا بالوضع اللي نحن عايشينه.